الخنبوز خليك وانت واش جبتيني من الخنبوز مشيتي شربوا الحرمل يلا نيت كنحتاجو فيها بون لاموس بشكلاط بيض وفرامبواز وفريز ولا اي فاكهه 200 غرام ديال الشكلاط ابيض 200 غرام ديال الشكلاط ابيض 4 ديال البيضات 400 غرام ديال القشدة الطريه يعني نقولي جوج علب هكداك نعم زوج علب ديال القشدة الطريه ايه واحد ساشي ديال الفاني ساشي ديال الفاني والفريز والفرامبواز مقطعين فريز فرامبواز مقطعين ايه نقدر نديرو شي سكر هكا ولكن من الاحسن يكون طبيعي احسن كنفرقوا داك البيض كنفرقوا حيدو الصفر على البيض نعزلوهم ما كندوبوش شكلاط ابيض على طريقه حمام مريم ولا اللي عنده ميكرون يدوبو في ميكرون ما كنديرهم صفر البيض صفر البيض ونخلطو مزيان نشدو بيض البيض نطربوه حتى يولي مع واحد الطريقه ديال الملح حتى كيولي بحال الثلج وحتى نبداو به في المجمد نديروه في شي بواطو نديروه في المجمد غير باش يبقى باش ما يهبطش من بعد كنطربو القشده الطريه مع واحد الساشي ديال الفاني نضربوها مزيان تطلع بحال شونتي حتى هي ونزيدو على الخليط ديال صفر البيض مع الشكلاط البيض نعم الخليط نخلطو مزيان ومن بعد عاد ناخذو داك من نضربو مع عاد ناخذو داك البيض البيض اللي حنا درنا في المجمد نجبدوه ونعاودو نزيدو على الخليط كله وشنو كنحركو غير بالمهل نعم كتدخل المكونات مزيان تنسجم مع بعضياتها صافي كنديرهم نديرهم في نعاودو نرجعو للمجمد من الاخر يبقى واحد الليله كامله نعم من بعد صافي ملي كنبغيو نقدمو كنديروهم في الديكوب هكا اللي كيتاكلو والتقديم وكنديرو فوق منهم الفريز والفرامبواز اللي كان بغا يذوقهم بالشوكولا فيرميسال ولا باي حاجه هكا زين كيبقى لكل واحد داكشي اللي موجود عندهم ديما نقولها انت وتقدمو بالصحه والراحه الله يبارك فيك غير هو ملي كتسالي هاد الوصفه الماء اللي كتغسليهم لا بلاش حيت بحال هاد النوع ديال الوصفات كتولي زلافه صغيره وزلافه كبيره وزلافه متوسطه ومعلقه كبيره ومعلقه بالعكس ما فيهاش يا اختي ما بزاف بغيت نشوفك حتى تسالي وديك الساعه تدخلي الكوزينه وديريها واش غادي يبقى يبان لك فرامبواز ويبان لك فخاز لا ما غاديش يبان والو ديك الساعه وكولي وكملي وديك الساعه روحي بلا ورتاحي انا غادي ناكل حيت انا ما غنغسلش الصراحه باش نجيك ملخر لا ومزيان عاد رجعي للكوزينه ساعه تشوفي الماء ماشي مشكل انت اللي غترجعي للكوزينه حيت انا غير ناكل مرحبا تستاهلي تستاهلي جنة انس غزاله وعزيزه وغاليه تبارك الله عليك الله يخليك تحيه ليك وشكرا لك صباح